بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طالبه وطالبات الصف السادس الابتدائي وحلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهوا. ويسعدنا ان يكون معانا النهارده الاستاذه اميره علي محمد خبير الماده بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بك يا استاذه اميره. اهلا بك يا استاذ عادل، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، واهلا طبعا بابنائنا الطلبه اللي بيتابعونا النهارده. والنهارده معانا الحلقه الثانيه في منهج الفصل الدراسي الثاني إن شاء وطبعا الله. موضوع حلقتنا النهارده بعنوان قانون الروافع. لكن طبعا قبل ما نبدا وندخل في حلقتنا عايزين نعمل مراجعه سريعه كده، نذكر ابنائنا اللي ما اسعدهمش الحظ ان هم يتابعوا الحلقه اللي فاتت ان هم ناخد مراجعه سريعه كده على الروافع، تعريف الرافعه، انواع الروافع، وكملخص سريع لحلقه الماضيه. طبعا ابنائنا اللي تابعونا واللي ما اسعدهمش الحظ في متابعتنا المره اللي فاتت، احنا كان موضوع حلقتنا المره اللي فاتت الروافع. تكلمنا اولا عن تعريف الرافعه وقلنا ان الرافعه هي ساق متينه بترتكز على نقطه ثابته بتسمى نقطه الارتكاز ويؤثر عليها قوه ومقاومه. يبقى الرافعه اربع حاجات. ساق متينه، قوه، مقاومه، ونقطه ارتكاز. ولو احنا قلناهم بالترتيب هتبقى نمره واحد نقطه الارتكاز، نمره اتنين المقاومه، نمره ثلاثه القوه. الترتيب، الهدف من الترتيب عندنا ده تحديد انواع الروافع هنستخدمه لما هنيجي نحدد انواع الروافع. يعني نقطه الارتكاز اللي هي رقم واحد يبقى دي رافعه من النوع الاول، والمقاومه رافعه من النوع الثاني، والقوه رافعه من النوع الثالث. نوضح لهم بقى ازاي هيبقى دي رافعه من النوع الاول والكلام ده عندنا. لما يكون نقطة الارتكاز في المنتصف دي بتبقى رافعة من النوع الأول، بتقع بين نقطة القوة ونقطة المقاومة. يبقى نقطة الارتكاز في روافع النوع الأول لو قلنا المصطلح كده، في المنتصف روافع بتقع فيها نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. والأمثلة عندنا عندنا المقص، عندنا الأرجوحة، عندنا الكماشة، عندنا العتلة، وهي من أكثر الأنواع شيوعا في حياتنا رافعة النوع الأول. طيب رفعة النوع الثاني بتقع فيها المقاومة اللي هي رقم 2 بين نقطة القوة ونقطة الارتكاز، دي بنسميها رفعة النوع الثاني. ودي أمثلتها طبعا عربة الحديقة أو عربة الطفل وكسرت البندق وفتاحة زجاجات المياه الغازية. نمرة 3 رفعة النوع الثالث، ودي بتقع فيها نقطة القوة بين نقطة الارتكاز والمقاومة، وزي ما قلنا دي أمثلتها ماسك الحلوى، ماسك الفحم، ماسك الثلج، عندنا السنارة، عندنا الملقط، عندنا المكنسة اليدوية، دي عصا الهوكي، دي كلها روافع من النوع الثالث. يبقى إذا احنا عرفنا دلوقتي ان الروافع عندنا ثلاث انواع، نوع اول، نوع ثاني، نوع ثالث. النوع الاول اللي احنا بنقول عليه مجازا نقطه الارتكاز هي اللي تقع في الوسط، النوع الثاني اللي هي المقاومه، النوع الثالث اللي هي القوه. لما يجي سؤال يقول لي علل لما ياتي المقص يعد رافعه من النوع الاول، لان بتقع في نقطه الارتكاز في المنتصف بين المقاومه والقوه. يبقى هنا نقول نقطه الارتكاز تقع بين القوه والمقاومه. طب ينفع اقول المنتصف ولا يعني بنقول بين؟ هي بين أدق شوية، لأن مش بالضرورة المنتصف يبقى منتصف تماما يعني. تمام. فهي بتقع بين القوة والمقاومة، وإحنا النهاردة إن شاء الله هنشوف إنها مش منتصف تماما يعني. عالي لما يأتي عربة الحديقة رافعة من النوع الثاني، عربة الحديقة رافعة من النوع الثاني لأن بتقع فيها المقاومة بين نقطة الارتكاز والقوة. ماسك الفحم يعتبر رافعة من النوع الثالث، لأن القوة بتقع بين نقطة الارتكاز وبين المقاومة. عندنا طبعا الروافع، اول من وصف الروافع هو العالم أرشميدس، وده عالم يوناني، ووصفها لاول مره في عام 260 قبل الميلاد. يبقى اول عالم عندنا ناخده السنه دي او ناخده الترم الثاني عندنا هو العالم اليوناني أرشميدس، لان عندنا مجموعه من العلماء إن شاء الله في خلال الدراسه هندرسهم باذن الله. تمام. ننتقل الى اخر جزئيه اللي هي كانت وظائف الروافع. احنا عندنا الروافع لها ست وظائف بالظبط، كان اولها تكبير القوه، إن النقطة الثانية كانت تكبير المسافة، النقطة الثالثة كان نقل القوة من مكان لآخر، ونمرة 4 زيادة السرعة، نمرة 5 الدقة في أداء العمل، ونمرة 6 والأخيرة تجنب المخاطر. يجي يقول لي كده من فوائد الروافع تكبير القوة مثل العتلة، إن تكبير المسافة مثل المكنسة اليدوية، نقل القوة من مكان لآخر ما زلنا في المكنسة اليدوية. طيب يعمل مضرب الهوكي على نقط زيادة السرعة، يستخدم نقط في التقاط الأجسام الدقيقة، الملقط، يعمل نقط على تجنب المخاطر،
ماسك الحلوى وماسك الفحم، دول بنتجنب بيهم البرودة، السخونة، دي من نوع من المخاطر يعني، التلوث بتاع تلوث الغذاء او الأطعمة، المواد نفس كده الكيميائيه بالظبط الخطيره او الضاره. ده بالظبط. كده كانت مراجعه سريعه على الدرس اللي فات الدرس اللي فات. اللي فات طبعا ده هيتطلب مننا كمان عشان درسنا النهارده ان احنا نوضح الثلاث انواع للروافع كده الرسمه بتاعتهم، وقلنا نوع الرفع بيتحدد بناء على موضع كل من نقطه الارتكاز والمقاومه والقوه بالظبط بالنسبه لبعضهم الايه البعض، بالظبط وحسب الموضع اللي في الوسط هنسمي الرفعه باسمه. باسمه. فنوري ابنائنا كده روافع النوع احنا الاول، اولنا ان شاء الله الثلاث روافع يبقوا مع بعض كده في ورقه واحده، ان شاء ونشوف الله عندنا باذن الله. الحاجه ايه عشان احنا عندنا هنشرح عليهم الجزء اللي جاي باذن للنهارده الله ان ان شاء الله. شاء الله. احنا عندنا رفعه النوع الاول زي ما احنا سبق وقلنا، نقطه الارتكاز بتقع في المنتصف بين المقاومه وبين القوه، وزي ما رمزنا لهم المره اللي فاتت ان نقطه ارتكاز بنرمز لها بالرمز نون، والمقاومه بنرمز لها بالرمز ميم، والقوه بنرمز لها بالرمز قاف، دي روافع النوع الاول. ودي زي ما هنقول كده روافع النوع الاول. الاول ناخد روافع النوع الثاني تحتها كده روافع برضو. النوع الثاني هنا بقى هتبقى المقاومه هي اللي في المنتصف، هتبقى فوق. هتبقى فوق. ماشي، اوكي، فوق. طب المقاومه هنا مش فوق. هتفرق. عندنا نقطه الارتكاز في احد الاطراف، ممكن يمين او شمال ما فيهاش ممكن يمين اختلاف. او شمال مش هتفرق، والقوة في الطرف الاخر. تمام. عندنا نمرة ثلاثة، القوة هي اللي في المنتصف برضو زي ما قلنا بين نقطة الارتكاز وبين المقاومة. دول الروافع بتاع النوع الثالث واللي احنا ان شاء الله هنستخدمه النهاردة في درسنا قانون الروافع. كده احنا عملنا مراجعة سريعة على الدرس الاول المقصود بالرافع، وان الرافعه ساق متينه تتحرك حول نقطه ثابته تسمى نقطه الارتكاز، الارتكاز كما يؤثر عليها قوه. قوه ومقاومه. نبدا بقى نشوف موضوعنا النهارده اللي هو بعنوان قانون الروافع. الروافع، عشان نبدا نقول ايه هو قانون الروافع، عندنا يعني المفروض ان احنا نبقى عارفين ان في حاجه اسمها ذراع قوه وحاجه اسمها ذراع مقاومه. احنا طبعا اتفقنا مسبقا ان احنا عندنا ثلاث حاجات للرفع، اول واحده نقطه الارتكاز، الثانية المقاومة، والثالثة القوة. زي ما موضح عندنا حتى في الشاشة على الكمبيوتر، موضح برضو الرسمة اللي الأستاذة أميرة رسمها، محدد لنا الثلاث نقاط القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز. لو بدأنا نشرح ونقول إن ذراع القوة هيبقى ذراع القوة هو المسافة ما بين نقطة الارتكاز والقوة، يبقى أنا هقول إن المسافة دي ذراع القوة اللي هي لونها عندنا باللون الأزرق اللي باللون موجود عندنا الأزرق. على الشاشة ولو موجود قلنا عندنا ان المسافة ما بين نقطة الارتكاز والمقاومة دي هتبقى ذراع المقاومة. يبقى الرفع عندي لها كام ذراع؟ ليها ذراعين. لها ذراعين زي الانسان، بس احنا عندنا ذراع يمين وذراع شمال. هي الرفع لها عليها ذراع قوة وذراع مقاومة. ومن الاسم هنا ذراع القوة، يبقى قلنا ده المسافة ما بين القوة ونقطة الارتكاز. يبقى التعريف دايما ناخده من الاسم، يبقى ذراع القوة ايه تعريف بقى او ايه المقصود بيه؟ هو المسافة ما بين نقطة الارتكاز والقوة. تمام. والنوع الثاني الذراع المقاومة، برضه هو المسافة بين نقطة الارتكاز والمقاومة. 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 احنا عندنا سألنا نفسنا المرة اللي فاتت وقلنا احنا استخدمنا الآلات ليه؟ استخدمنا الروافع ليه؟ استخدمنا الآلات عشان نتغلب او نقدر نعمل الأعمال الشاقة بمنتهى السهولة واليسر. استاذة أميرة هنستأذنك، معانا ابننا عبد الرحمن من الجيزة في اتصال تليفوني. السلام عليكم يا عبد الرحمن. ألو. ألو. هاي عبد الرحمن، ازيك يا حبيبي؟ ألو. اسمعنا من التليفون يا عبد الرحمن. ألو. أنا مستر. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. أخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي، عايز تقول ايه؟ أنا عايز أتسأل. عايز تتسأل. تمام استاذة أميرة، عبد الرحمن مع حضرتك اهوت. طب نسألك نسألك في الدرس اللي فات ولا الجزء اللي احنا شرحناه يا عبد الرحمن؟ في الدرس اللي فات. تمام. طب يا عبد الرحمن، احنا الدرس اللي فات قلنا ان الروافع بتشترك مع بعض في بعض النقاط وبتختلف في بعض. احنا قلنا المره اللي فاتت اسمعنا يا عبد الرحمن من التليفون يا حبيبي، بلاش اسمعنا من التلفزيون، اسمعنا من التليفون عشان الصوت يبقى واضح. تمام يا عبد الرحمن. اتصال عبد الرحمن الخط قطع، فيعاود الاتصال بينا ان شاء الله ونجهز له السؤال. السؤال نستكمل الاستاذه اميره بالنسبه لذراع القوه وذراع المقاومه. زي ما انا كنت بقول ان احنا الهدف من الروافع انها توفر لنا جهد او بعض الاعمال الاخرى اللي احنا كنا لسه بنشرحها، زي مثلا تكبير مسافه، زياده سرعه، تجنب مخاطر. في روافعنا الثلاثه
مين فيهم هيوفر لنا الجهد؟ وهيوفر الجهد بناء على ايه؟ احنا لو اتكلمنا عن اول نوع من الروافع، روافع النوع الاول. روافع النوع الاول هي بيتواجد فيها ثلاث احتمالات، او ممكن اقول حتى الثلاث انواع. لو انا قلت كده ان نقطة الارتكاز في المنتصف تماما، وده السؤال اللي حضرتك سألته في اول الحلقة، نقدر نقول في المنتصف تماما؟ لو انا قلت انها في المنتصف تماما بين المقاومة وبين القوة، هيبقى الارجوحة عندنا كده والميزان الاثنين طبعا الزراع، القوة بتساوي زراع المقاومة. ليه؟ لان نقطة الارتكاز موجودة في المنتصف. منتصف، ومعنى منتصف يعني اللي على اليمين قد اللي على الشمال بالظبط. تمام. هنلاقي ان زراع القوة بيساوي زراع المقاومة. في الحالة دي تبقى القوة بتساوي المقاومة، وفي الحالة دي الرفعة لا توفر الجهد. وعشان كده الميزان لما بيتزن بيكون الكتلة اللي على اليمين قد الكتلة اللي على الشمال، اللي هي مجموع كتل الأثقال. ده كلام اللي احنا خدناه في الوحدة الأولى في الفصل الدراسي الأول بالزبط. إن كتلة الجسم اللي هيبقى عندي في إحدى الكفتين بتساوي مجموع كتل الأثقال معلومة الكتلة اللي موجودة في الكفة الثانية. الحالة الثانية من روافع النوع الأول إن يكون نقطة الارتكاز مش في المنتصف بالزبط، إن يكون نقطة الارتكاز تجاه المقاومة أكتر، وفي الحالة دي هتبقى زراع القوة أكبر من زراع المقاومة، وفي الحالة دي هتبقى القوة أصغر من المقاومة، وفي الحالة دي الرفعة من النوع ده أو في الحالة دي بتوفر الجهد، لأن زراع القوة أكبر من زراع المقاومة، وبالتالي بتبقى القوة أصغر من المقاومة. يبقى دلوقتي عندي شرط عشان أقول إن الرفعة بتاعتي بتوفر القوة. إيه هو الشرط؟ إن زراع القوة يبقى أطول من زراع المقاومة. يبقى الشرط عندي زراع القوة أكبر من زراع المقاومة. طب الشرط ده ممكن أصيغه بشكل تاني، إن القوة تكون أصغر من المقاومة. تمام. يبقى يا إما الزراع بتاعي طويل، تمام، يا إما قيمة القوة بتاعتي صغيرة أقل من المقاومة. تمام. يبقى حاجة من اتنين، لو القوة أقل من المقاومة القيمة هي الرفع عموما بتوفر الجهد إذا أنا بذلت قوة قليلة لتحريك حمل كبير. تمام. وعشان الكلام ده يحصل لازم طيب يكون زراع القوة لازم يكون أطول من زراع المقاومة. تمام. الحالة الثالثة العكس، أن يكون نقطة الارتكاز تجاه القوة أكتر، وبالتالي هيبقى زراع المقاومة هو اللي أكبر، هو اللي أكبر، وزراع القوة هو اللي أصغر. ففي الحالة دي مش هتوفر لنا الجهد. ليه؟ لأن زراع القوة أصغر من زراع المقاومة، وبالتالي بقت القوة أكبر من المقاومة. تمام. فلا توفر الجهد، وإنما ممكن تقوم ببعض الأعمال الأخرى زي زيادة السرعة، زي تجنب مخاطر، زي تكبير مسافة. بس ده طبعا خاص برافع النوع الثالث، لكن طبعاً احنا هنا بنتكلم على رافع النوع الأول. احنا بنتكلم عموما اذا كانت الرفعة عموما مش النوع الاول لا توفر الجهد. تمام. ما يبقى معنى كده ان مش ملهاش استخدام، وانما ليها بعض الاستخدامات الاخرى. يبقى احنا نقدر نقول كده ان رافعة النوع الاول ثلاث احتمالات عام. ثلاث احتمالات، إن اذا كان نقطة الارتكاز في المنتصف تماما الرفعة دي لا توفر الجهد. ليه؟ لتساوي زراع القوة مع المقاومة، وتساوي قيمة القوة مع قيمة المقاومة. يبقى القوة المبذولة قد المقاومة الموجودة عندنا، وقلنا المثال عندنا الكفة الميزان والأرجوحة. والأرجوحة. وإلا طبعا هتثبت على حل موجود اتزان في الاثنين. بالضبط. تمام. الحالة التانية زي ما قلنا ان يكون نقطة الارتكاز تجاه المقاومة، فكده هيبقى زراع القوة أطول وزراع المقاومة أقل، وبالتبعية مقدار القوة أصغر ومقدار المقاومة أكبر، وفي الحالة دي تبقى كده وفرت لي الجهد لأن أنا بذلت قوة قليلة لتحريك حمل كبير. الحالة الثالثة زي ما قلنا إن زراع المقاومة يكون أكبر، تكون نقطة الارتكاز ناحية القوة، وبالتبعية زراع المقاومة يكون أكبر وزراع القوة يكون أقل. في الحالة دي هتبقى المقاومة هي الأكبر والقوة هي الأقل، وبالتالي لا توفر الجهد. ونقدر نقول كده ان روافع النوع الاول احيانا توفر الجهد. كمل. احنا كده قلنا ان روافع النوع الاول احيانا توفر الجهد. النوع الثاني من الروافع
روافع النوع الثاني. روافع النوع الثاني زي ما احنا عارفين هي روافع زي ما احنا قلنا قبل كده بتكون فيها المقاومة تقع بين نقطة الارتكاز وبين القوة. المقاومة تقع بين نقطة الارتكاز والقوة. وزي ما احنا قلنا كده ان ذراع القوة لو بقى اكبر من ذراع المقاومة ففي الحالة دي الرفعة بتاعتي هتوفر الجهد. طب نشوف كده ابنائنا ذراع القوة هو كل المسافة دي، اما ذراع المقاومة هي المسافة دي. يبقى مين اكبر؟ طبيعي ان ذراع القوة اكبر من ذراع المقاومة. وطالما احنا قلنا ان ذراع القوة اكبر من ذراع المقاومة يبقى اتفقنا مع ابنائنا ان في الحالة دي ان القوة هتبقى اصغر من المقاومة، يبقى الرفعة دي دائما هتوفر لي الجهد دائما، لان ملهاش حالة تانية، دايما هيكون فيها ذراع القوة اكبر من ذراع المقاومة. وطالما احنا عرفنا ان ذراع القوة اكبر من ذراع المقاومة يبقى في الحالة دي القوة اصغر من المقاومة، يعني القوة اللي انا بذلتها علشان احرك جسم اصغر من المقاومة اللي هتجيلي، وبالتالي هتبقى الرفعة دائما توفر الجهد. وده بالنسبة لنا رافعة النوع الثاني. اخر انواعنا روافع النوع الثالث. احبائي احنا اتفقنا ان روافع النوع الثالث بتكون فيها القوة بين نقطة الارتكاز وبين المقاومة، ده اللي احنا اتفقنا عليه. وبرضو احنا قلنا ان ذراع القوة هو المسافة بين القوة والمقاومة. طب ذراع القوة فين وهحسبه ازاي؟ ذراع القوة بين القوة ونقطة الارتكاز. وبرضو اتفقنا ان ذراع المقاومة بين المقاومة ونقطة الارتكاز، ايهما اكبر؟ من الرسم اللي قدام اولادي وحبايبي طبعا هنا على طول هقول ان ذراع المقاومة هو الاكبر من ذراع القوة. يعني في الحالة دي انا عندي المقاومة اكبر من القوة، يبقى الرفعة هنا هتعمل ايه؟ لا توفر الجهد. تمام يا استاذة اميرة. طبعا احنا دلوقتي اتعرفنا على روافع النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث من حيث ذراع القوة وذراع المقاومة، ومن حيث بتوفر الجهد او لا توفر الجهد. ونبقى بالشكل ده طلعنا ان روافع النوع الاول احيانا موفرة للجهد. نستكمل أحياناً الموضوع بعد الفصل ان شاء الله. احبائي فاصل قصير، انتظرونا وراجعين تاني.
احبائي رجعنا بعد الفاصل وهنسترجع مع بعض. وزي ما قلنا يا استاذه اميره ان عندنا حاجتين، زراع القوه وزراع المقاومه، وقلنا عندنا بالنسبه للرافع النوع الاول ممكن عندي ثلاث احتمالات. احنا قلنا انها احيانا بتوفر الجهد بناء على الثلاث الاحتمالات اللي احنا اتكلمنا عليهم. فاحنا قلنا لو نقطه الارتكاز في المنتصف تماما هيبقى زراع القوه بيساوي زراع المقاومه، وفي الحاله دي هتبقى مقدار القوة بيساوي مقدار المقاومة. وفي الحالة دي الرافعة لا توفر الجهد. الحالة الثانية ان تكون نقطة الارتكاز مش في المنتصف تماما، بحيث ان يكون زراع القوة اطول من زراع المقاومة. يعني اقرب للمقاومة من القوة. وفي الحالة دي هتبقى القوة اصغر من المقاومة، يعني القوة اللي انا هبذلها قليلة بالنسبة للمقاومة اللي انا محتاجة مثلا احركها. وعندنا امثلة كتير على الكلام ده. وعندنا امثلة الكماشة والبنسة دي، وانا بخلق مسمار من لوح خشبي مثلا طبعا ببذل قوة قليلة لمقاومة كبيرة. الشاكوش. وفي الحالة دي برضو احنا عرضنا الحلقة اللي فاتت صورة الشاكوش واحنا بننتزع بمسمار من لوح خشبي. وفي العتلة برضو، في حالة العتلة زراع القوة عندنا اكبر من زراع المقاومة. وفي كل الأمثلة اللي احنا قلناها يبقى هنا الرفعة هتوفر لي الجهد. والحالة التالتة. الحالة التالتة ان يكون زراع المقاومة اكبر من زراع القوة. ودي عندنا زي مشبك الغسيل. زي مشبك الغسيل. وفي الحالة دي تبقى هنا القوة اكبر من المقاومة، يبقى ما بتوفرش جهد. دي رافع النوع الاول. رافع النوع التاني. قلنا رافع النوع التاني ان هتكون المقاومة احنا عارفين مع اولادنا ورسمناها وشرحناها، وقلنا ان روافع النوع الثاني دي روافع دايما المقاومه فيها بتكون بين القوه ونقطه الارتكاز. روافع النوع الثاني بتقع فيها المقاومه بين القوه ونقطه الارتكاز، يعني معنى كده زي ما انا رسمت لاولادنا ان كل المسافه دي ده طول زراع القوه، والمسافه الصغيره دي طول زراع المقاومه. وطالما زراع القوه بقى اكبر من زراع المقاومه بقت هنا القوه أصغر من المقاومة، ويبقى دائما روافع النوع الثاني من الروافع الموفرة للجهد. تمام. روافع النوع الثالث زي ما احنا قلنا بتقع فيها القوة بين نقطة الارتكاز وبين المقاومة، يبقى دايما هيكون زراع المقاومة هو الأطول من زراع القوة، وفي الحالة دي هتبقى القوة أكبر من المقاومة. في الحالة يبقى أنا كده ببذل جهد، يبقى هي مش بتوفر لي جهد ودائما لا توفر جهد. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين دائما وعندي حاجه احيانا. رافع النوع الثاني دائما توفر الجهد، ورافع النوع الثالث دائما لا توفر الجهد. تمام. اما رافع النوع الاول احيانا توفر الجهد. وفي الحالة تبعا للاحتمالات للواحده من الاحتمالات الثلاثه اللي احنا شرحناها. معانا ابننا كرولوس من القاهره. هلا يا مستر، عامل ايه؟ يا كرولوس ازيك يا حبيبي؟ معلش نوطي صوت التلفزيون يا كرولوس. حاضر يا مستر. ماشي يا حبيبي، اتفضل يا كرولوس. يا مستر انا بس جاي اشكرك عشان جبت 99% في العلوم. ممتاز. علي صوتك شويه يا كرولوس، علي صوتك شويه يا حبيبي. يا مستر انا جاي اشكركم بس على الاداء الحلو اللي حضرتكم بتديهولنا. شكرا يا كرولوس. شكرا يا حبيبي. ايه رايك بقى الاستاذه اميره تسالك سؤال؟ اسالك يا كرولوس. كرولوس تقريبا اللي اتصل مع كرولوس. طبعا وطبعا احنا بنشكر ابنائنا، احنا بنشكر ابنائنا لاستماعهم لينا وتركيزهم معانا، وان شاء الله يحصلوا على افضل الدرجات في ان شاء الله في نهايه الترم بتاعنا باذن الله. تمام. ان شاء الله. يبقى احنا دلوقتي كده وضحنا الفرق ما بين ثلاث انواع للروافع ومن حيث توفيرهم ليه الجهد. رافع النوع الاول، رافع النوع الثاني، رافع النوع الثالث. وان الشرط عندنا عشان اقول ان الرافعه بتاعتي بتوفر الجهد حاجه من اتنين، يا اما زراع القوه اطول من زراع المقاومه، يا اما قيمه القوه المبذوله اقل من المقاومه. تمام. سؤال بقى بيجي لي، احنا دلوقتي قلنا ان رافع النوع الثاني توفر الجهد دائما. تمام. زي كسرت البندق، قلنا مجرد ان بحط البندقه واضغط بتتكسر، وطبعا يعني حامينا جوازات كتيره من اللي كانت بتبوظ بسبب الايه الحته بالظبط. لكن رافع النوع الثالث لا توفر الجهد. طب يعني ما بتوفرش الجهد. سؤال بقى بيجي يقول لي، على الرغم من ان روافع النوع الثالث لا توفر الجهد الا ان الانسان يستخدمها لانها بتؤدي له مهام كبيره اخرى مش بالضروره انها توفر لي الجهد. زي ما سبق يعني ذكرنا انها اولا بتزود السرعه. زي
بتزود السرعه زي عصا الهوكي، زي مضرب الهوكي عندنا، زي مضرب الهوكي او عصا الهوكي. النوع الثاني او الفايده الثانيه ليها تجنب المخاطر، زي ماسك الحلوى، ماسك الفحم، ماسك التلج، بتتجنب لي مخاطر كتير، زي التقاط اشياء دقيقه، زي الملقط، عندي تكبير المسافه زي المكنسه اليدويه، عندي نقل القوه من مكان لاخر زي برضو المكنسه اليدويه. تمام. فبتديني مهام اخرى بخلاف انها بتوفر لي الجهد، ولذلك انا برضو بستخدمها. معانا اتصال من السويس وابننا يوسف. السلام عليكم يا يوسف. وعليكم السلام. ازيك ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. الف سلام على حضرتك. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه يا يوسف صوتك واطي ليه؟ زعلان. صوتك هادي شويه كده، عايزين نعلي صوتنا شويه عشان نسمع ابنائنا كلهم. حاضر يا باشا. طيب يا يوسف سؤالك ايه يا حبيبي؟ لسه انا عايز اسال سؤال، ايه هي البقره الثابته وبتعتبر رافعه من النوع الكام؟ البقره الثابته، وهل هي هو بيقول رافعه من النوع الكام؟ يعني هو كان. هو قال انها رافعه. تمام ماشي. فطبعا احنا بالنسبه لنا عندنا يا يوسف، بالنسبه للبكرات احنا عندنا بالنسبه ليها قلنا الالات البسيطه عندنا 6 انواع يا يوسف. ماشي يا يوسف؟ ماشي يا معايا يا حبيبي. فالالات البسيطه دول عندنا 6 انواع، منهم البكره. البكره منهم البكره، وعندنا العجله والمحور والمستوى المائل والقلاوز، دي كلها من والإسفين. الالات والاسفين من الالات والروافع. والروافع اللي احنا شغالين فيها. يبقى العجله بتاعتنا او البكره دي يا يوسف ليست رافعه. معايا يا حبيبي؟ لا هي مش رافعه. يا ما تخشش في الروافع معايا. ليه؟ لان البكره دي انا ببدا استخدم بقى عليها حبل تاني. معايا حضرتك كده؟ ويبدا يشيل. فطبعا دي كانت زمان موجوده، يعني لما بدا الانسان عشان يوفر جهد شويه فبدا يجيب عليها حبل، وطبعا الحبل ده في نهايته بيبقى ممسوك في ايد من احد الطرفين. ممكن نرسمها استاذه اميره؟ ممكن. الطرف الثاني البكره بتاعتنا بيبقى ليها طرفين، هي البكره هنا بيبدا يرفع نعكسها شويه. يعني نقلب الصوره لابنائنا عشان بس توضح لهم اكتر. البكره من فوق وعليها حبل، وطبعا من الناحيه الثانيه بيكون مربوط فيه بقى دلو يعني او جردل، دلو او جسم محتاج يترفع. بين الحبل والبكره هو ده نقطه الارتكاز. بص في محور، بص ممكن تستخدم، يعني ممكن يتقال عليها رافعه برضو. يعني هي نوع من انواع الالات البسيطه. اللي احنا ذكرناها الحلقه اللي فاتت. حب يقول ايه يوسف عندنا؟ هو عايز يقول ان البكره نفسها نقطه الارتكاز. أيوة. وان الجسم المراد رفعه دي المقاومه، وان اليد اللي هتبدا ترفع دي القوه. ايوه تمام كده. هي ممكن، ولكن في الحاله دي بس انا لما كل ما بسحب بيرتفع بيطول وذراع المقاومه بيقل، بس نقطه الارتكاز في الوسط. ويوسف عايز يقول انها تبقى تعتبر رافعه من النوع الاول. لكن بص يا يوسف معايا في شرط الرفع يا حبيبي. اول حاجه في تعريف الرفع ايه هي يا يوسف؟ ساق متينه. ساق متينه. هل الحبل ده يعتبر ساق متينه يا يوسف؟ ساق متينه يتحرك من طيب هل الحبل ده يعتبر ساق متينه؟ لا. طيب شفت بقى، عشان كده دي اله بسيطه، لكن يعني ما تخشش في الروافع. هو يوسف احنا لو كنت معانا الحلقه اللي فاتت احنا قلنا ان الالات البسيطه في منها 6 انواع. في النوع الاول احنا قلنا البكرات اللي انت بتقولها يا يوسف، قلنا العجله والمحور، قلنا المستوى المائل، قلنا الروافع، قلنا القلاوز، قلنا الاسفين. البكره هي بتعد نوع من انواع الالات البسيطه، ما نقدرش نقول عليها رافعه لغياب الساق المتينه. احنا برضو قلنا الحلقه اللي فاتت ان في 4 شروط للرفع، اولها وجود ساق متينه، يعني فيها نقطه ارتكاز وفيها قوه وفيها مقاومه. لكن ما فيها ساق متينه يوسف، غايب عنها الساق المتينه. احنا قلنا الروافع يا حبيبي بيشترك فيها ليها 4 شروط. نمره 1 وجود ساق متينه منحنيه او مستقيمه، نمره 2 وجود القوه، نمره 3 وجود المقاومه، وجود نقطه الارتكاز. فهنا مفيش ساق متينه، فهي ما تعدش نوع من انواع الروافع، وانما هي نوع من انواع الالات البسيطه اللي احنا ذكرناها في حلقتنا اللي فاتت يا يوسف. وبنشكرك على سؤالك الجميل يا يوسف. معايا يوسف؟ اقتنعت يا حبيبي؟ ممكن اتسال بعد اذنك؟ ممكن. طيب تتسال، بس قبل ما نتسال اديني مثال على رفعه من النوع الاول يا يوسف. ما هو ده كده اتسال. رفعه من النوع الاول؟ مثال. زي الكماشه. الكماشه، تعالى للكماشه عندي. ايه ليه ايه الشروط اللي فيها اللي انا عشان اقول عليها رافعه؟ الساق المتينه. هل ينفع ان انا الكماشه احط حبلين او حبل واشتغل بيها؟ وشد بيها المسمار يا يوسف. ها ينفع؟ لا يا بنت. يبقى لازم لا فيها الساق المتينه عشان اقدر اشغلها. اديني مثال لرافعه من النوع الثاني. رافعه من النوع الثاني؟ ها؟
عربة الحديقة. عربة برافو. الحديقة ينفع ان انا بدل الايدين بتاعت العربة اشتغل بحبل او اشدها بحاجة لينة او حاجة مرنة؟ لا يا مستر، لازم الساك المتينة اللي هبدأ اشتغل بيها. اديني مثال. الحاجة اللي جوه العربة هتقع. برافو عليك يا يوسف. تمام، مش هقدر اتحكم مش فيها. مش هعرف نتحكم فيها. اديني بقى مثال لرفعة من النوع الثالث. رفعة من النوع الثالث جميع انواع الموافق. تمام، جميل. احنا قلنا عيلة ماسك بحالها، خلي بالك عشان ما حدش يزعل مننا من عيلة ماسك، مش كده؟ معلش. تعالى للمكنسة كده اليدوية او المقشة. يعني ينفع احط حبل يا يوسف بدل العصا المتينة واكنس؟ مش هعرف اكنس اصلا. طب تمام يا يوسف، فهنا البكرة ما نقدرش نقول عليها رفعة، لكن بنقول عليها من الآلات البسيطة. معايا يا يوسف؟ اتوفر لها ثلاث شروط، لكن الشرط الرابع اللي هو الساق المتينة مش موجود عندي، فهنا ما بنقولش عليها رافعة. اقتنعت يا يوسف؟ طب اسالك طبعا انا يوسف، يعني استاذة اميرة انا بحيي يوسف انه طبعا فكر في حاجة فكر زي كده. لان عنده ثلاث حاجات، قوة ومقاومة ونقطة ارتكاز والكلام ده، فطبعا هنا. لكن برضو طبعا في عندك يعني انواع اخرى، بس انت غير مطالب بالكلام ده كله. طبعا احنا حبينا نوضح لابنائنا ان يعني مش الالات البسيطة كلها روافع، لا ده في عندي ست انواع. ده هي الرفعة نوع من انواع الالات البسيطة، يعني هي الرفعة دي واحدة من الست انواع اللي احنا ذكرناهم في الحلقة اللي فاتت من الالات البسيطة. احنا سألنا يوسف ثلاث اسئلة. بعد اذن حضرتك. اتفضل يا يوسف. انا بفضل لحضرتك جايب 19.8 من 10، انا عايز 2 من 10 بس. بص يا يوسف، هو الفضل فضل ربنا سبحانه وتعالى، لا فضل ولا فضل حد تاني. بالظبط، مجهودك، مجهود الاساتذه بتوعك اللي في المدرسه، ومجهودك انت، ومجهود الناس اللي في البيت، بابا وماما واخواتك اللي وفروا لك الوقت ان انت تذاكر. وطبعا في الاول والاخر برضو بنشكر القناه انها اتاحت الفرصه لابنائنا الطلاب ان البرامج دي توصل لكم. لكن طبعا ما ننكرش فضل اساتذتك اللي في المدرسه، ما ننكرش فضل الناس اللي في البيت، ما ننكرش برضو جهدك ومجهودك يا يوسف. شكرا يا حبيبي، نشكرك يا يوسف. شكرا، شكرا يا حبيبي. استاذة اميرة، يبقى احنا كده يعني يوسف طبعا ان ابنائنا، انا بصراحة مبسوط جدا ان في عندنا حد في ابنائنا بيفكر ويشوف الحاجة. ولما لقى ان في ثلاث نقاط من اللي احنا قلنا عليها شروط الرفعة، هو طبعا يعني معذور لصغر سنه ان هو لقى نقطة ارتكاز، ونقطة ارتكاز في المنتصف، وفي قوة وفي مقاومة، فقال دي تبقى رفعة من النوع الاول. وانما هو غاب بس عن يوسف نقطة صغيرة، ودي مش مشكلة خالص. هو طبعا لانه مش عنده في المنهج الجزئية دي، فطبعا بالظبط اللي هي وجود الساق المتينة هي دي اللي غابت بس عن يوسف، انما يوسف ممتاز فكر كويس. يبقى احنا دلوقتي من خلال الجزء اللي احنا شرحناه عرفنا عندنا ان في حاجتين، عندنا حاجة اسمها ذراع قوة، هنقول مثلا ده ذراع اليمين، في ذراع مقاومة. في ذراع مقاومة، لان عندي هنا قوة وعندي مقاومة. ولو قلنا الجسم او العمود الفقري هو نقطة الارتكاز، نقطة مثلا الارتكاز. كمثال يبقى المسافة من نقطة الارتكاز الى القوة دي ذراع القوة، والنقطة والمسافة الاخرى اللي هي من العمود الفقري للذراع الاخر هي المقاومة. كمثال يعني عملية تشبيه لا اكثر ولا اقل. أيوة، يبقى انا عندي ذراعين، ذراع قوة وذراع مقاومة. وعندنا ننتقل الى قانون الروافع. ايه بقى القانون ده عندنا بيقول ايه، او نص القانون عندنا؟ قانون الروافع بيقول ان القوة في ذراعها بيساوي المقاومة في ذراعها. ان مقدار القوة في ذراعها بيساوي لي مقدار المقاومة في ذراعها، ودي في حالة اتزان الرفع. احنا سبق وشرحنا وقلنا ان الرفع هي عبارة عن ساق متينة، في محور ارتكاز وفي قوة وفي مقاومة. وبالتبعية ان انا لو مقدار القوة زي ما قلنا في واحدة من حالات الروافع النوع الاول، لو مقدار القوة مساوي لمقدار المقاومة هلاقي الرفعة بتاعتي متزنة. قانون الروافع بيقول لي ان القوة في ذراعها بيساوي المقاومة في ذراعها، ده في حالة اتزان الرفع بتاعتي. يبقى نص قانون الروافع بيقول النص كده، او القانون بينص على ان حاصل ضرب القوة في ذراعها بيساوي حاصل ضرب المقاومة في ذراعها. يبقى ده اسمه قانون الروافع، او بنقول عليه قانون اتزان الرفع. الروافع بالظبط. ابنائنا بيجي لهم طبعا مسائل عن النقطة دي. لو عرضنا كده احنا عندنا اكثر من مثال، فناخد اول مثال كده معانا. في
فندم. يعني عندنا طبعا روافع النوع الاول احنا قلنا فيها ثلاث احتمالات عندنا. الاحتمال الاول لو القوه بتساوي او ذراع القوه بتساوي ذراع المقاومه، يبقى عندنا القوه هتساوي المقاومه، يبقى الرافعه لا توفر الجهد. بالظبط. الحاله الثانيه عندنا لو ذراع القوه اكبر من ذراع المقاومه هتوفر الجهد لان القوه اقل من المقاومه. الحاله الثالثه عندنا احنا قلنا لو ذراع المقاومه اكبر من ذراع القوه يبقى الرافعه لا توفر المقاومه. رافع النوع الثاني دائما بتوفر الجهد، وقلنا السبب عندنا ان ذراع القوه بيساوي ذراع المقاومه. في عندنا رافع النوع الثاني بعد اذن حضرتك، احنا قلنا دائما بتوفر الجهد لان ذراع القوه اكبر من ذراع المقاومه. الحاله اللي حضرتك اتكلمت عليها اللي هي ذراع القوه بيساوي ذراع المقاومه، دي واحده من ثلاث حالات لروافع النوع الاول. زي ما قلنا كده، طالما ذراع القوه بيساوي ذراع المقاومه يبقى قيمه القوه بتساوي قيمه المقاومه، يبقى في الحاله دي الرافعه لا توفر الجهد. يبقى نعود الى قانون الروافع اللي بيقول لي حاصل ضرب القوه في ذراعها بتساوي حاصل ضرب المقاومه في ذراعها. وعندنا تطبيق، في عندنا مساله على الشاشه كده، نحاول نشوف المساله وازاي نحلها يا استاذ امير. المساله بتقول من الشكل المقابل احسب مقدار القوه التي يجب تعليقها عند نقطه ب ب لكي تتزن الرافعة. الرافعة احنا عندنا القوة مقدارها قد ايه؟ هو مديني مسائل كده او مديني رسمة زي ما احنا شايفين الرافعة، والرافعة دي طبعا من النوع الاول. فمديني نقطة الارتكاز. نقطة الارتكاز. واداني ذراع القوة عندنا بخمسة سنتر. والقوة 20 نيوتن. احنا عندنا كده القوة زي ما حضرتك قلت 20 نيوتن. وذراع القوة 5 سنتي. وذراع القوة 5 سنتي. وعندنا ذراع المقاومة الدهولي 10 سنتي. وذراع المقاومة بيساوي 10 سنتي. وعايز هو مين؟ عايز المقاومة. طبعا اللي احنا كتبناه ده المعطيات اللي انا هقدر اشتغل عليها. يعني ارتب معطياتي عشان ابقى عارفة انا اشتغل ازاي. دي اول نقطة ايجابية في حل المسائل. بعد كده بكتب قانوني وبقول ان القوة في ذراعها نص قانوني بيساوي المقاومة في ذراعها. احنا عندنا القوة 20. هي ال 20 دي المقاومة، لان هنا المسألة بيقول لي احسب مقدار القوة التي يجب تعليقها. عذرا يعني هنا لسه حضرتك بدل احنا الايه. لا مفيش مشكلة، المقاومة 20. أيوة. يبقى انا عندي القوة هنا مجهولة. وانا عايزة اعرفها. ذراع القوة احنا قلنا 5 سنتي. ذراع المقاومة 5 سنتي. كلها معكوسة يعني. اوكي 5 سنتي. ذراع القوة هنا هيبقى بقى العشرة. هيبقى العشرة سنة. العشرة. وفي الحالة دي المقاومة هتبقى هي العشرين. تمام؟ احنا هنا هنقول 20 في 5 بـ100. وعندنا 10. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى احنا هنعمل. نكتبها فرقة جديدة كده. هنكتبها فرقة جديدة كده ان القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. قوة مجهولة ذراعها 10 سنتي، المقاومة 20 ذراعها 5 سنتي، يبقى أنا عندي 100 في 10، عندي الجهة الأخرى مجهول في 10. هنعمل إيه عشان نجيب القوة؟ هنقسم 100 على 10، هيبقى مقدار القوة عندي 10 نيوتن. يبقى أبنائنا أول حاجة باخد المعطيات بتاعتي نمرة واحد، أشوف كده القوة مقدارها قد إيه، المقاومة مقدارها قد إيه، ذراع القوة إيه، ذراع المقاومة إيه، أشوف كده بالنسبة لنا إحنا إيه المطلوب مني، قوة ولا مقاومة. أكتب نص قانوني، أبدأ أعوض في المسألة مكان كده المقاومة، أشوف هو مدهاني قد إيه، أعوض مكان ذراع المقاومة قد إيه. وبالتبعية باخد بقى العملية الرياضية إن أنا بضرب الطرفين في بعض وأقسمها على المعطى اللي موجود في الطرف الاخر وبطلع القيمة بتاعتي للقوة. يبقى هنا عندي القوة بتساوي 10 نيوتن. ودي وحدة قياس القوة. ودي وحدة قياس القوة. وابنائنا خدوها انها دايما بالنيوتن. النيوتن طبعا. يعني دايما انا بقول لابنائنا في الحتة دي عشان يعني ما يجي حل القانون، الحاجة اللي انا عايزها دايما اخبيها بايدي. انا عندي اربع حاجات، حاجتين يمين بيساوي حاجتين شمال. فبخبي الحاجة اللي انا عايزها. لو انا عايز القوة اخبي القوة بايدي واخد الاثنين اخوات اللي جنب بعض واقسمهم على الحاجه اللي جنبي. على الحاجه اللي فاضله اللي احنا ما مريناهاش. نوريهم مثال كده تاني، يعني ازاي نقول النقطه دي تاني كده. يعني احنا قلنا عندنا القانون بيقول القوه في ذراعها
بتساوي المقاومة في زراعه. في زراعه. لو انا عايز القوة هعمل ايه بقى يا استاذ؟ هخبي القوة. يتفضل عندي وهيتفضل عندي ثلاث نقط، هاخد الاثنين الاخوات واقسمهم على اللي فاضلة. يبقى جنب. انا هقول كده المقاومة، لو انا ما عنديش القوة وعايزاها، يبقى هقول المقاومة في زراعها على زراع القوة. تمام. لو عاوز زراع القوة، لو عايز زراع القوة نفس الكلام، هخبي وهاخد الاثنين الاخوات اللي فاضلين لي، اللي هي القوة في المقاومة في زراعها، وهقسمها على القوة. عايز المقاومة هيبقى نفس الشيء، نفس الشيء، هاخد القوة في زراعها، دول اخوات وجنب بعض، هاخدهم الاثنين وهقسمهم على الاخ اللي في الجهة الاخرى اللي قاعد وحيد كده، وهيطلع لي اخد تاني. يبقى انا عندي اربع معطيات وعندي اربع قوانين من القانون عندنا ده. تمام. القوة في زراعها بتساوي المقاومة في زراعها، يبقى عندي القوة لوحدها هتساوي المقاومة في زراعها على زراع القوة. ولو عايز المقاومة، لو عايز المقاومة هتبقى القوة في زراعها على زراع المقاومة. ولو عايز زراع القوة، زراع القوة هتبقى عندي المقاومة في زراعها على القوة. ولو عايز زراع المقاومة هيبقى القوة في زراعها على المقاومة. ودول الأربع صور اللي يعني لو غير لك في المسألة، لو اداك معطى مختلف، ان شاء الله هتقدر تجيب الناتج بتاعنا. من القانون اللي عندي اقدر اشتق اربع قوانين لكل حاجه عندي من الاربعه. هو انا ممكن نلخصهم لابنائنا كده ونقول نمره واحد، وبرضه عايزين ابنائنا اللي يشتغلوا بايديهم، يعني احنا يعني هنديهم مثال وهم يكملوا باقي الامثله عشان ما يبقاش خدوا الحاجه جاهزه كده. ايوه طبعا ابنائنا طبعا بيفكروا، ولو في اي مثال هم وقفوا فيه احنا طبعا هنجاوب لهم عليه في اي وقت. احنا قلنا اول حاجه لو احنا، معلش هنستاذنك، معانا عمر من بنها. السلام عليكم يا عمر. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. انا عندي سؤال. اتفضل. ماذا تتوقع لقيمة كل من القوة والمقاومة إذا كان زراع القوة يساوي زراع المقاومة؟ ماذا تتوقع لقيمة كل من القوة والمقاومة إذا كان زراع القوة يساوي زراع المقاومة؟ هتبقى القوة يا عمر بتساوي المقاومة. إذا تواجد إن زراع القوة بيساوي زراع المقاومة، في الحالة دي زي ما قلنا وإحنا بنشرح إن القوة هتساوي المقاومة. ماشي يا عمر. ماشي. به كان زراع القوة أكثر من زراع المقاومة. أكثر. يبقى أكثر. أكثر. مش أكثر. لا أكثر. أكثر مسافة. يبقى في الحالة دي يا عمر إن المقاومة هي اللي هتكون أكبر من القوة. وفي الحالة دي الرافعة لا توفر الجهد. كمل يا حبيبي. كمل يا عمر. ماشي. السؤال الثاني بقى. رافعة ألف وباء طولها 10 أمتار. مش واضح. تاني يا عمر. تاني رافعة. رافعة ألف وباء طولها 10 أمتار. رافعة ألف به، يعني هو الساقة ألف به 10 متر. تمام. 10 متر. نقطة ارتكازها في المنتصف، احسب مقدار الوزن والواجب إضافته للوزن 2.5 نيوتن حتى تزن الرافعة مع الوزن والمعلق في الطرف الأيسر كما هو الموضح بالشكل. طيب هو احنا الشكل عندنا يا عمر بقى، عايزين نشوف الشكل عندنا. هو اعتقد المسألة معانا يا استاذة اميرة في الكتابت الموجود. المسألة موجودة. بس هو عمر في رفع الف عنده، هو قال محطوطة 2.5. رفع الف به ومحطوط نقطة الارتكاز في منتصف المسافة يا عمر، صح كده؟ ايه؟ نقطة الارتكاز في منتصف المسافة. طيب الرفع ألف، هو عمر قال ان فيها ثقل مقداره او جسم 2.5. ب بقى يا عمر موجود فيها ايه؟ الخط قطع. الخط قطع. طيب اعتقد ان المسألة معنا هنا ان شاء الله موجودة، هي متواجدة ان شاء الله باذن الله. طيب عمر خليك معانا ان شاء الله هنلاقي المسألة واحنا موجودين. معنا مسألة بتقول رافعة من النوع الاول القوة المؤثرة عليها 500 نيوتن. القوة 500، يبقى قاف، يعني بنقول اختصار كده قاف اللي هي القوة 500 نيوتن. تمام. وطول زراعها 20 سنتي. وزراعها 20 سنتي. تمام. تؤثر على مقاومة مقدارها 200 نيوتن. 200 نيوتن. احسب طول زراع المقاومة. هنا عايز طول زراع المقاومة. احنا اتفقنا مع ابنائنا ان احنا بنكتب قانوننا وبنقول ان القوة في زراعها بتساوي المقاومة في زراعها. تمام. تمام.
احنا قلنا الحاجة اللي احنا عايزينها ابنائي بنخبيها وبنقول وبنشوف الباقي. فاحنا عندنا القوة 500، في ذراع القوة 20، وعندنا المقاومة 200، ومحتاجين ذراع المقاومة. احنا قلنا هناخد الاتنين اخوات ونقسمهم على الطرف الاخر، هناخد الاتنين اخوات ونقسمهم على الطرف الايه الاخر. لو عملنا العملية الحسابية دي ولو قلنا كده احنا هنختصر، هيبقى 500 على 10، هيبقى ذراع المقاومة عندنا 50 سنتي. تمام، يبقى احنا هنا عندنا بنأكد على ابنائنا ان القانون لازم يتكتب، لان كتابة القانون عليه درجة. عليه درجة، يبقى هنا لازم اكتب القانون، القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. تمام. رقم اتنين، بحدد انا عايز ايه، عايز قوة ولا مقاومة، ولا عاوز ذراع قوة ولا عاوز ذراع مقاومة. ليه؟ لان الناتج التمييز بتاعها هيختلف طبعا، الحل عليه درجة والتمييز عليه درجة. لو قوة او مقاومة يبقى الناتج بتاعي بنيوتن طبعا. لو عاوز ذراع القوة او ذراع المقاومة، سنتيمتر او متر، على حسب على حسب ما هو مدهني في المسألة، في المعطيات في المسألة. يعني هنا طبعا دي مسألة عندنا، و وقت حلقتنا يعتبر هو للأسف انتهى. طبعا هو في افكار موجودة لسه في المسائل، واعتقد ان شاء الله الحلقة القادمة استاذ امير هتبدأ نتعرض لكل انواع واشكال المسائل، والمسألة بتاعت عمر طبعا نحاول نشوفها في اي كتاب، واعتقد هي موجودة معانا، هي متواجدة في احدى الكتب الخارجية. لا هي موجودة معانا وموجودة معانا، بس هو عمر وهو بيملينا هو المسألة بيبقى فيها قوة ومقاومة. لا هو عامة لازم نجيب الرسمة اللي الموجودة، اللي هو موجودة على الشكل اللي موجود عليها المسألة. واحنا ان شاء الله هنوعد عمر ان المرة الجاية بإذن الله تكون في المسألة كاملة بالشكل، عشان جميع طلابنا بإذن الله يتعرفوا عليها. أبنائي وبناتنا، وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نختم بنشكر الأستاذة أميرة علي محمد، خبير مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا. شكرا أستاذة أميرة. أبنائي وبناتي، وقت حلقتنا انتهى، حتى نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.